بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الصعب سهلا يا أرحم الراحمين. سنة أولى، إزيكم يا دكاترة؟ عساكم بخير حال يا رب، ومستمتعين برحلة الطب. أنا أمنية أحمد، الفرقة الستة، وسعيدة أن أكون معاكم النهاردة. محاضرتنا عنوانها Numerical and Structural Chromosomal Abnormalities. ما ننساش ندعي لزمايلنا، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته، وندعي لنفسنا، اللهم لا تحرمنا خيرهم ولا تفتنا بعدهم. الطب أشرف العلوم الدنيوية على الإطلاق، ودراسة الطب ممكن الإنسان ممكن يعدد لها نوايا كتير، ولكن هنا أنا حابة أخص بالذكر ميت ومن أحياها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويخلينا فاكرين يا دكاترة إن you are not studying to pass the exam، مش بنذاكر عشان الامتحان ودرجاته بس، اللي هي أصلا حاجة حلوة يعني، ورب كلنا نجيب درجات حلوة، ولكن الأهم من you are studying for the day when you are the only thing between the patient and the grave. بنذاكر عشان اليوم اللي هنكون فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى السبب في إحياء نفس. حد هيقول بس الطريق طويل؟ اعرف ان طالما حطيت رجلك على اول الطريق هتوصل، لان من سار على الدرب يوصل. حد تاني هيقول بس الطب صعب، هقول لكم it's not going to be easy but it's going to be worth it. طريق الطب مش سهل بس يستاهل، وانه ليسير على من يسره الله عليه. فاستمتعوا بالرحله يا دكاتره وعيشوها بشغف. طريق الالف ميل يبدا بخطوه وانتوا قدها، وطالما بدأنا نتذكر إن عليك البداية وعليه سبحانه وتعالى التمام، ربنا يؤدي عننا، فنحن من دون عونك يا الله لا نكون. بسم الله نبدأ. يلا يا حبيبي اقرأ الدعاء ده. المحاضرة بتاعتنا النهاردة سهلة جدا ولذيذة، لأنها تحسسك إنك دكتور، فيها clinical correlations كتيرة. هنتكلم عن ايه النهاردة؟ اول حاجة هنتكلم عنها الـ number of chromosomes، عدد الكروموزومات في الخلية. بعد كده هنتكلم عن الكروموزومال anomalies، الشذوذ اللي ممكن يحصل في الكروموزومات، والشذوذ ده ممكن يكون numerical عددي او structural شكلي او في التركيب. واخر حاجة هنتكلم عنها هي causes of structural anomalies، اسباب حدوث الشذوذ ده. number of chromosomes او عدد الكروموزومات في الخلية، عندنا نوعين من الخلايا في الجسم. النوع الاول اللي هو الصوماتيك سيلز او الخلايا الجسدية، ودي موجودة في كل انسجة الجسم. والنوع التاني الجاميت او الخلايا الجنسية، ودي اللي هي بتكون السبرم او الحيوان المنوي في الذكر، والاوفا او البويضة في الفيميل في الانثى. الصوماتيك سيلز بتتكون من 46 كروموزوم، 22 زوج من الكروموزومات الجسدية أو بنسميها الأوتوزومز، وواحد زوج من الكروموزومات الجنسية أو بنسميها سكس كروموزومز. سكس كروموزومز دي بيبقى على أساسها، بتكون يعني على أساسها ده ميل أو فيميل، بيكون XX في الفيميل وXY في الميل. نبص على الكاريوتايب اللي على أيدينا اليمين ده، الاتنين دول نورمال كاريوتايب لسوماتيك سيل، ليه خلايا جسدية. اللي على أيدينا اليمين ده بتاع فيميل عشان عندها XX، واللي على ايدينا الشمال بتاع ميل علشان XY. تاني نوع من الخلايا الجاميتس، قلنا الحيوان المنوي في الذكر والبويضة في الأنثى، بيكون عبارة عن 23 كروموزوم، بيتكون من 22 كروموزوم جسدي أو أوتوزوم، وX لو دي أوفا أو لو دي فيميل، و22 أوتوزوم اللي هي الكروموزومات الجسدية، زائد X أو Y لو ده سبرم. خلينا نفهم حتة الـ X أو Y دي جت من فين. عندنا دلوقتي السبرم لو شايل X وراح خاصة بويضة، ساعتها الجنين هيكون فيميل. لو السبرم شايل Y وراح خاصة بويضة، الجنين هيكون ميل. عشان كده السبرم بيشيل يا إما X يا إما Y. نراجع تاني بسرعة، قلنا ايه في السلايد دي؟ قلنا ان احنا عندنا نوعين من الخلايا، سوماتيك سيلز او خلايا جسدية، وجاميتس او خلايا جنسية. سوماتيك سيلز فيها 46 كروموزوم، 22 اوتوزوم،
وواحد 22 زوج من الاوتوزومز وواحد زوج من السكس كروموزومز اكس اكس في الفيميل واكس واي في الميل. والنوع الثاني من الخلايا اللي هي الجاميت السبرم او الاوفا بيتكون من 23 كروموزوم 22 اوتوزوم واكس لو فيميل و22 اوتوزوم واكس او واي لو ميل. كروموزوم الابنورماليتيز، عايزين نعرف المشاكل او الابنورماليتيز الخلل او الشذوذ اللي ممكن يحصل في الكروموزوم. اول حاجه حابين عايزه بس افكركم ان احنا الطبيعي بيبقى عندنا في كل خليه 23 زوج من الكروموزومز يعني 46 كروموزوم، واللي تحت ده كاريوتايب بتاع سوماتيك سيل نورمال. طيب انا دلوقتي اعمل فيه ابنورماليتي ممكن اعمل ايه؟ ممكن اشيل واحد او اضيف واحد او اشيل حته من واحد او اضيف حته على واحد وهكذا. تمام، يبقى الشذوذ في الكروموزوم ممكن يكون في العدد او في الشكل. لو في العدد ممكن ايه؟ ممكن اضيف اشيل واحد او اضيف واحد او اضعفهم يبقوا 46 46 او اخليهم النص 23 و23. اما لو في الشكل فممكن اشيل جزء او اضيف جزء او ابدل جزء او اغير شكله. كروموزوم الابنورماليتيز الشذوذ في الكروموزومات ممكن يكون بسبب اختلال في العدد نيوميريكال او اختلال في التركيب structural. حابة بس انبه على حاجة ان كلمة abnormalities aberration و anomalies التلاتة مرادفات بنفس المعنى يعني مشاكل او شذوذ. طيب ايه اللي ممكن يكون تسبب لي الشذوذ في الكروموزومات ده؟ في كذا سبب. ممكن اول حاجة الاشعاع مثلا، التعرض للاشعاع الراديشن. عشان كده الست الحامل ما ينفعش تتعرض لاي نوع من انواع الاشعاع خاصه في اول 3 شهور عشان دي مرحله تكوين الجنين. تاني حاجه ممكن السيتوتوكسيك دراجز الكيماوي بتاع مرض السرطان، المثال بتاعه الاندوكزان. تالت حاجه ممكن لو الام مثلا تعرضت لعدوى بكتيريه عدوى فيروسيه بحاجه مثلا زي الحصبه الالماني جيرمان ميزلز. رابع حاجة ممكن مثلا الحمل في عمر كبير pregnancy in old age، ان الام يكون عمرها كبير هي لما حملت في البيبي ده. ليه الحمل في عمر كبير ممكن يسبب مشكلة؟ لان اصلا البنت البويضة بتاعتها بتتكون من وهي جنين في بطن امها، فعلى ما توصل لأربعين 45 سنة بتكون البويضة شيخت، تيجي تنقسم مش بتعرف تنقسم قوي. عشان كده الحمل في عمر كبير ممكن يسبب لي شذوذ في الكروموزومات بتاعت البيبي. خامس حاجة ممكن يكون الأب أو الأم عندهم أصلا نوع من أنواع الكروموزوم الإمبالانس، عندهم أصلا هم شذوذ أصلا في الكروموزوم بتاعهم، أو يكون الشذوذ بتاع في الكروموزومات ده موجود متوارث عندهم في العيلة، في عيلة الأب أو عيلة الأم اللي بنسميه family tendency. سادس حاجة وآخر حاجة الأمراض المزمنة زي مثلا أمراض المناعة الأوتو إميون ديزيز أو مرض نقص إفراز الغدة الدرقية اللي هو الهايبوثايرويدزم. يبقى دي اسباب الشذوذ في الكروموزومات سكمناهم في جاب فهرس G for German measles A for autoimmune disease B pregnancy F family tendency H hypothyroidism R radiation C cytotoxic drugs. السلايد دي هنقول فيها اجمالا اللي هنفصله في المحاضره كلها. احنا قلنا الكروموزوم الابريشن يا شذوذ في العدد يا شذوذ في التركيب. لو شذوذ في العدد اللي هو numerical aberration ممكن يكون aneuploidy زيادة أو نقص في كروموزوم واحد. لو زيادة بنسميه trisomy، لو نقص بنسميه monosomy. الترايسومي ممكن يحصل في الأوتوزومز أو الكروموزومات الجسدية. عندنا ثلاث أمثلة الداون سيندروم إدوارد سيندروم الباتو سيندروم. أو ممكن يحصل الترايسومي ده في الكروموزومات الجنسية. عندنا برضو ثلاث أمثلة الكلاين فلتر سيندروم السوبر فيميل والسوبر ميل. او ممكن يكون نقص ويسميه مناصمي. المناصمي برضه ممكن يحصل في الاوتوزومز. ولو حصل في الاوتوزوم بيبقى انكومباتبل وذ لايف يعني بيموت وهو جنين ما بيكملش. او ممكن يحصل في السكس كروموزوم الكروموزومات الجنسيه، والمثال بتاعنا البنت ترنر بيكون عندها اكس واحد ما عندهاش الاكس الثاني فاقده الاكس الثاني. تمام، احنا قلنا numerical aberration يا aneuploidy يا aneuploidy. الaneuploidy نقص او زيادة في كروموزوم واحد، اما الaneuploidy نقص او زيادة في المجموعة كلها. لو نقص بنسميه monoploidy او haploidy، فبيبقى بدل ما هو 46 كروموزوم بيبقوا 23 بس.
اما لو زياده فبنسميه بولي بلويدي، ده بيبقى ازيد. البولي بلويدي يعني ازيد من الطبيعي اللي هما اتنين، اللي هما بنسميهم داي بلويدي. الامثله بتاعت الداي البولي بلويدي، التراي بلويدي ده بيبقى ثلاثه في كل في كل ست، فبيبقى التوتال كله 69 كروموزوم. او تترا بلويدي اربعه في كل ست، او بنتا بلويدي خمسه في كل ست. الستركشر ابريجن او الشذوذ في التركيب، عندنا تسع حاجات، ممكن يكون ديليجن، ممكن انسرشن، ممكن انفرجن، ممكن ترانسلوكيشن، ممكن ايزو كروموزوم، ممكن دايسنتريك كروموزوم، ممكن رينج كروموزوم، ديبليكيشن، وفراجايل اكس كروموزوم. هعيد الكلام تاني على السلايد دي. السلايد دي مهمه جدا وتعتبر اهم محاضره، اهم سلايد في المحاضره، ولازم تبقى ثابته كويس في دماغنا. اول حاجه قلنا الكروموزوم الابريشن، يا اما شذوذ في العدد نيوميريكال، يا اما شذوذ في التركيب ستراكشر. النيوميريكال ابريشن قلنا ان هو بينقسم لانيبلويدي او بوليبلويدي. الانيبلويدي يعني زياده او نقص في كروموزوم واحد. لو زيادة بنسميه ترايسومي. الترايسومي ده ممكن يحصل، الزيادة دي ممكن تحصل في الأوتوزومز، الكروموزومات الجسدية. عندنا ثلاث أمثلة، داون سيندروم، وده الزيادة بيكون في كروموزوم 21. إدوارد سيندروم، الزيادة بيكون عنده في كروموزوم 18. وباتو سيندروم، الزيادة بيكون في كروموزوم 13. أو ممكن الترايسومي يحصل في السكس كروموزومز، الكروموزومات الجنسية. الأمثلة بتاعتنا كلاين فلتر سندروم، يبقى عنده زيادة X، يبقى 47 XXY. السوبر فيميل عندها زيادة X، والسوبر ميل عنده زيادة Y. أو يكون نقص بنسميه مونوسومي. المونوسومي أو النقص ممكن يحصل في الأوتوزومز، في الخلايا الجسدية، في الكروموزومات الجسدية. وده ساعتها زي ما قلنا هيبقى سقط وهيموت وهو جنين، مش هيكمل. أو ممكن تحصل في السكس كروموزومز، الكروموزومات الجنسية. والمثال بتاعنا هي البنت تيرنر اللي عندها 45 كروموزوم لانها فاقده لاكس من الاكسين بتوعها. النوع الثاني قلنا اللي هو البولي بلويدي، وده بيبقى زياده على المجموعه كلها، زياده على المجموعه كلها. يعني بدل ما كل كروموزوم اتنين في منه نسختين، لا بقوا اكتر من نسختين. فلو بقوا ثلاثه، لو بقوا ثلاث نسخ في كل كروموزوم بنسميه تراي بلويدي، لو بقوا اربع نسخ بنسميه تترا بلويدي، لو بقوا خمس نسخ بنسميها بنتا بلويدي. الستركتشرال ابريجن قلنا تسع حاجات، الديليجن، الانفرجن، الانسرشن، ترانسلوكيشن، ايزو كروموزوم، دايسنتريك كروموزوم، رينج كروموزوم، دوبليكيشن، وفراجايل اكس كروموزوم. تمام، هنبدا بالنيوميريكال انوميليز، الشذوذات اللي في العدد. اول حاجه انيبلويدي، قلنا الانيبلويدي بيبقى زياده او نقص في كروموزوم واحد، يبقى variation في number of chromosome بaddition أو loss لون chromosome. لو نقص بيبقى اسمه monosomy. monosomy هو ايه؟ هو loss of single chromosome، نقص في chromosome واحد. المونوسومي ممكن يحصل في الأوتوزومز اللي هما الخلايا الكروموزومات الجسدية، وده بيبقى نادر جدا، ولو حصل بيبقى سقط، البيبي بيموت وهو لسه جنين، لان الاوتوزوم المونوسوميس قاتله، مش بيعيش غير في حاله واحده بس، لو هو موزايك فورم. وهنتكلم يعني ايه موزايسيزم دي قدام شويه. تمام، الموزومز برضو ممكن، المونوسومي ممكن تحصل برضو في السكس كروموزومز، في الكروموزومات الجنسيه. المثال بتاعنا البنت تيرنر، نبص كده على الكيري تايب اللي على ايدينا اليمين، المفروض كان يبقى عندها اكس واكس، لكن هي ما عندهاش غير اكس واحد، عشان كده الكاريوتايب بتاعها بيبقى 45 بس. ايه اللي بيخليها او ايه اللي بيساعدها ان هي تعيش؟ الامبريو او الجنين عشان يعيش بيبقى محتاج اكس واحده بس، عشان كده البنت ترنر بتعيش بس مش بتعرف تخلف يعني. تاني حاجه الترايسومي. الترايسومي يعني زياده في نسخه في الكروموزوم، بدل ما هو الطبيعي اللي هما الاثنين الدايسومي بقى ثلاثه، فاسمه ترايسومي. الترايسومي ده ممكن يحصل في الكروموزومات الجسدية، وده غالبا بيبقى قاتل إلا في بعض الحالات. عندنا هنا ثلاث أمثلة. أول حاجة الداون سيندروم، أو اسم التاني ترايسومي 21، علشان الزيادة بتكون عنده في كروموزوم 21. أو إدوارد سيندروم ترايسومي 18، الزيادة عنده بتكون في كروموزوم 18. أو باتو سيندروم ترايسومي 13، الزيادة عنده بتكون في كروموزوم 13. طبعا الأشهر فيهم الداون، ده اللي بنشوفه أكتر في عيادات مثلا، عيادة الأطفال مثلا،
ممكن نحفظهم او نسكنهم في النيمونيك بيد بي اي دي، نحفظه بالترتيب 13 18 21 13 18 21 بيد باتو ادوارد داون 13 18 21 بيد باتو ادوارد داون. الترايسومي برضو ممكن يحصل في السكس كروموزومز، الكروموزومات الجنسية. الثلاث امثلة اللي عندنا كلاين فلتر سيندروم، وده بيبقى ميل بس عنده زيادة اكس، فبيبقى عنده التوتال 47 كروموزوم اكس اكس واي، او سوبر فيميل 47 اكس 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 بيبقى عندها برضو زيادة اكس، او سوبر ميل بيبقى عنده برضو بيبقى عنده زيادة واي 47 اكس واي واي. ده الكاريوتايب بتاع الترايسومي في الاوتوزومز. اول واحد الداون عنده اكس واي، فده ميل داون ولد يعني. كل الكروموزومات بتاعته اتنينات اتنينات الا 21، لو بصينا على 21 هنلاقيها 3، فعشان كده اسمه ترايسومي 21، او عنده 3 نسخ في كروموزوم 21. ده ادوارد بنت، ادوارد بنت عشان هي عندها اكس اكس. لو بصينا برضو على الكروموزومات بتاعتها هنلاقيها كلها 2 2 2 الا في 18 عندها 3، فعشان كده اسمها ترايسومي 18 او 3 نسخ في كروموزوم 18. اخر واحد ده اللي هو الباتو، برضو ولد زي الداون، برضو الكروموزومات بتاعته كلها 2 2 2 الا كروموزوم 13 عنده فيه 3 نسخ، فاسمه ترايسومي 13 او عنده 3 نسخ في كروموزوم 13. السلايد دي فيها الترايسومي بتاع السكس كروموزومز. اول واحد الكاريوتايب بتاع كلاين فلتر سندروم، لو بصينا عليها نلاقيه كله اتنينات، كل الكروموزوم بتاعه اتنينات الا هنا عند السكس كروموزومز عنده 2 اكس و1 واي، فعشان كده عنده 47 كروموزوم توتال وعنده اكس اكس واي. ده الكاريوتايب بتاعت السوبر فيميل عندها 3 اكس، يعني المفروض يكون عندها 2 بس. وده السوبر ميل عنده اكس واي واي، عنده 2 واي، المفروض الطبيعي يكون واي واحدة. ايه اسباب الانيبلويدي؟ عندنا كذا سبب. اول حاجة النون ديسجنكشن، ديسجنكشن يعني انفصال، نون ديسجنكشن يعني ما انفصلوش. كنا واخدين في السيل سايكل ان في مرحلة الانافيز كل كروموزوم بتنفصل عن اختها. طيب لو الانفصال ده ما حصلش او فشل، بينتج عندنا خليتين، خلية عندها كروموزوم زيادة بيبقى عندها ترايسومي، وخلية عندها كروموزوم ناقص بيبقى عندها مونوسومي. يبقى تاني ايه هو النون ديسجنكشن؟ هو عبارة عن نون سيبريشن، يعني فشل في الانفصال اوف كروموزومز اور كروماتيدز، فيلير اوف بيرد هومولوجس كروموزوم، فشل في ان الهومولوجس كروموزومز ان هما يديسجوين ات انافيز، ينفصلوا في مرحلة الانافيز. ده بيسبب لي ان في خلية بيكون عندها ترايسومي والخلية التانية بيكون عندها مونوسومي. النون ديسجنكشن فشل الانفصال ده ممكن يحصل في الانقسام الميوزي او في الانقسام الميتوزي او في الانقسام الميوزي. لو حصل في الانقسام الميتوزي بيأثر بس على الطفل اللي اتولد او على الشخص ده بس، لكن لو حصل في الانقسام الميوزي فبيأثر على كل الاطفال الجايين. حاجة تانية النون ديسجنكشن لو حصل في الانقسام الميتوزي بيسبب لي حاجة اسمها موزايسيز، هنتكلم عنها بتفاصيل اكتر كمان سلايدين. تاني سبب هو الانافيز لاج. ايه الانافيز لاج ده؟ ده عملية تأخير. كنا واخدين في السيل سايكل ان لازم كل عملية تحصل في وقتها بالظبط، في وقت معين بالظبط، ولو اتأخرت بيحصل شذوذ في الكروموزومات. فهو ده اللي بيحصل هنا، في اثناء الانافيز في كروموزوم بيتأخر عن باقي اخواته، بيحصل ديلي موفمنت لوان كروموزوم، فالكروموزوم ده بيفقد، وبتبقى النتيجة ان الخلية اللي فقدت الكروموزوم دي بقت مونوسومي. ثالث سبب ممكن يكون الموزايسيز. دلوقتي احنا عندنا بويضة سليمة اتخصبت بحيوان منوي سليم وعملت لي زيجوت. الزيجوت بدأ ينقسم لخلايا كتير. لو خلية من الخلايا دي هي اللي حصل فيها الميوتيشن او الطفرة الجينية دي،
اللي على شكل مثلا نوندس جونكشن او انافيز ليج. الخلايا اللي هتطلع من الخلية دي هيكونوا كلهم عندهم نفس المشكلة دي، ولكن الخلايا التانية اللي جنبها هتكون سليمة عادي. فالنتيجة بيبقى طفل عنده بعض الخلايا في جسمه سليمة، والبعض الآخر فيها ابريشن او فيها خلل او شذوذ في الكروموزومات، وهو ده اللي بنسميه موزايسيس. هنكمل النيوميريكال ابنورماليتيز. خلصنا الانيبلويدي وعرفنا الاسباب بتاعتها، النوندس جونكشن، الانافيز ليج، والموزايسيس. هنتكلم دلوقتي عن البوليبلويدي. البوليبلويدي قلنا ان هي زياده واحد او اكتر كروموزوم او اكتر على المجموعه كلها. في حاجه الاول اسمها هابلويدي، ده عباره عن نقص كروموزوم من المجموعه كلها، فبيبقى النتيجه في الاخر 23 كروموزوم توتال. اما الترايبلويدي ده بيبقى زياده واحد، فبيبقى كل ست عباره عن 3 كروموزوم، كل مجموعه 3 كروموزوم، وبتبقى بيبقى الكروموزومات كلها في الاخر 69 كروموزوم. ده الكاريوتايب بتاع الترايبلويدي. زي ما قلنا كل كروموزوم فيه منه 3 نسخ، وده بنسميه ترايبلويدي. لو بقوا 4 نسخ بنسميه تترابلويدي، لو 5 نسخ بنسميه بنتابلويدي. ده دايجرام توضيحي بيبين لي على ايديا اليمين فوق النورمال الطبيعي الدايبلويد، والابنورمال هنا المونوبلويد اللي هو الهابلويد، وهنا البوليبلويد اللي هو لو 3 يبقى ترايبلويد، أو لو 4 يبقى تترابلويد، و5 بنتابلويد، وهكذا. ده نفس الكلام، النورمال زي ما قلنا هو الدايبلويد. الابنورمال عندنا ممكن يكون نقص اللي هو مونوبلويد، أو زيادة البوليبلويد. البوليبلويد ممكن يكون مثلا 3 فبنسميه ترايبلويد، أو 4 بنسميه تترابلويد. الاندوريد ابليكيشن ده نوع معين من التترابلويدي. احنا عارفين ان الخلية عشان تحضر للانقسام في مرحلة الاس فيز بتضبل الدي ان ايه بتاعها. المفروض ان الطبيعي بتضبله مرة، لو ضبلته مرتين بيبقى الناتج تترابلويدي، او 4 نسخ من كل كروموزوم، وده اللي بنسميه اندو ريد ابليكيشن. كوزز اوف بوليبلويدي، اسباب البوليبلويدي. اول حاجة السبندل ابريتس ديفكت، مشاكل في خيوط المغزل. احنا عارفين ان خيوط المغزل دي هي اللي بتساعد السيتوبلازم ان هو ينقسم في بروسيس اسمها سيتوكينيسيس. لو في مشكله في خيوط المغزل او السبندل اباريتس، الخليه بتفشل في الانقسام او السيتوبلازم بيفشل في الانقسام، وبتتنيها خليه واحده عندها ضعف عدد الكروموزومات. تاني سبب ممكن يكون الابنورمال سيبريشن اوف بولر بودي. البولر بودي اللي هو الجسم القطبي. المفروض البيضة لما بتخصب بالبويضة، لما بتخصب بالحيوان المنوي، البولر بودي او الجسم القطبي بيطلع بره. لو فشل في ان هو يخرج، بيبقى عندنا زيجوت عنده الكروموزومات بتاعه السبرم والاوفا والبولر بودي، فبيبقى ترايبلويد زيجوت. ثالث سبب abnormalities during oogenesis أو spermatogenesis، مشاكل أو شذوذات في أثناء تكوين البويضة أو الحيوان المنوي أدت إلى خلل في عدد الكروموزومات. رابع حاجة الدايسبيرمي، ده عبارة عن بويضة اتخصبت بحيوان منويين بدل حيوان واحد. خامس حاجة الدروجز زي مثلا الكولشيسين، والفيروس انفكشن زي الجيرمن ميزلز. نراجع بسرعه كده على اللي قلناه لحد دلوقتي. قلنا ان الكروموزوم الابريشن، المشاكل في الكروموزومات او الشذوذ في الكروموزومات، ممكن يكون يا في العدد نيوميريكال يا في التركيب استراكشر. النيوميريكال يا انيبلويدي يا بوليبلويدي. الانيبلويدي يعني زياده او نقص في كروموزوم واحد، لو زيادة بنسميه ترايسومي، ولو نقص بنسميه مونوسومي. الترايسومي ممكن يحصل في الكروموزومات الجسدية اللي بنسميها أوتوزومز، وده عندنا ليه 3 أمثلة في المنهج، الداون سيندروم 21 في 21، الإدوارد في 18، والباتو في 13، وسكمناهم في باد 13 18 21، باتو إدوارد داون.
الترايسومي برضو ممكن يحصل في السكس كروموزومز، الكروموزومات الجنسية. عندنا برضو ثلاث أمثلة، الكلاين فلتر ده بيبقى عنده إكس زيادة، السوبر فيميل بيبقى عندها إكس زيادة، والسوبر ميل بيبقى عنده واي زيادة. المونوسومي اللي هو النقص ممكن يحصل برضو في الأوتوزومز، وده بيبقى incompatible with life، بيموت وهو جنين، أو ممكن يحصل في السكس كروموزومز في الكروموزومات الجنسية، وده بيكمل عادي. والمثال بتاعنا هي البنت ترنر اللي عندها 45 اكس او. الحاجه الثانيه في نيوميريكال ابريشن البولي بلويدي، اللي هو بيبقى زياده على زياده كروموزوم او اكتر على السات كلها، على المجموعه كلها. لو زودنا واحد على المجموعه كلها فبقوا ثلاثه، بدل اثنين بقوا ثلاثه، بنسميها تراي بلويدي. لو زودنا اثنين فبقوا اربعه، بنسميها تترا بلويدي. لو بقوا خمسه بنسميها بنتا بلويدي. كده يعتبر خلصنا نص المحاضرة الحمد لله. ناخد نفس بقى كده ونشرب كوباية مية ونعمل استرتشات في مكاننا دقيقتين كده ويلا نكمل. يلا لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنا استعنا بك فأعنا. structural abnormalities، الشذوذ في تركيب الكروموزوم. طالما قلت structural يبقى أول حاجة هتحصل هي البريكج، الكسر، يعني حتة من الكروموزوم تتكسر وبعدين تفقد وتضيع أو تتلحم بخلل. يبقى طالما قلنا structural يبقى اول حاجه بتحصل في الكروموزوم هي البريكج. عندنا نوعين من structural abnormalities، يا balanced يا unbalanced. البالانسد بيبقى مفيش ولا حته من الكروموزوم لا ضاعت ولا اتضافت للكروموزوم، فالشكل الخارجي بتاع الحاله دي بيبقى طبيعي زي اي انسان طبيعي، وبيبقى ظاهر عليه اي اعراض. اما الunbalanced بتبقى فيه حته من الكروموزوم يا اتضافت يا حته فقدت. فالحاله في الحاله دي العيان بيكون عنده أعراض للمشكلة دي، وبيبان على الفينوتايب بتاعه، بيبان على الشكل الظاهري بتاعه. إيه أنواع الكروموزوم الأبنورماليتيز الستركتشر كروموزوم الأناوميليز؟ هم تسعة. أول حاجة ترانسلوكيشن، ديليجن، انفيرجن، انسيرشن، أيزو كروموزوم، دايسنتريك كروموزوم، رين كروموزوم، دوبليكيشن، فراجيل إكس كروموزوم. أول واحد الديليجن، يعني مسح أو إزالة، يعني loss of any part of a chromosome. الديليجن ده ممكن يكون في الحتة الطرفية الترمينال بارت عن طريق كسر واحد، ان انا بكسر كسر واحد في الكروموزوم، او في حتة في نص الكروموزوم اسمها interstitial، وده عن طريق ان انا بكسر كسرين في الكروموزوم. يبقى الديليجن يعني ايه؟ يعني شلت حتة من الكروموزوم ومسحتها او ازلتها او فقدتها. ممكن يكون ترمينال او انترستيشيال، لو ترمينال بيبقى متطرف وبيحصل عن طريق ان انا بكسر كسر واحد بس في الكروموزوم. لو انترستيشيال ده بيبقى في نص الكروموزوم بكسر كسرين، زي الصوره اللي على ايدينا الشمال دي، الحته الكروموزوم الاول الحته الزرقاء هي دي اللي فقدت، ده ترمينال. اللي تحت الحته الزرقاء برضو اللي فقدت دي، ده انترستيشيال، كسرت كسرين علشان اعرف اشيلها. تمام. الحته بقى الديليتد دي، الحته اللي اتكسرت دي اللي هي الحته الزرقاء، ممكن تكون سنتروميريك او اكروسنتريك. سنتروميريك يعني عندها سنترومير، واكروسنتريك يعني ما عندهاش سنترومير. لو هي اكروسنتريك هتفقد خالص في الانقسام التالي. تمام. عندنا مرضين هما المشهورين يعني في الـ في الـ في الديليجن. اول واحد الكاري دوشا سندروم، وده بيبقى ديليجن في الشورت ارم بتاع كروموزوم 5. والولف سندروم ده بيبقى ديليجن برضو في الشورت ارم بتاع كروموزوم 4. يبقى عندنا مرضين، الاول كيري دوشا ده بيبقى فقط الشورت ارم بتاع كروموزوم 5، والولف فقط الشورت ارم بتاع كروموزوم 4. يبقى كيري دوشا طويل فقط الرقم الكبير الخمسة، والولف الاسم صغير شوية ففقط الشورت ارم بتاع كروموزوم 4. انفيرجن يعني قلب، يعني كسرت كسرين وقلبت الحتة وركبتها تاني، زي ما احنا شايفين هنا كده، كسرت هنا وكسرت هنا وركبته بالعكس. في منه نوعين، ممكن يكون بيريسنتريك. والبيريسنتريك ده لو كسرت عند السنترومير، كسرت وقلبت عند السنترومير، يعني الحتة اللي اتقلبت دي كانت عند السنترومير، بنسميه بيريسنتريك. او باراسنتريك، وده لو كسرت وقلبت عند حتة مش مفيهاش سنترومير. يبقى الانفيرجن هو ان انا بكسر واقلب، بكسر كسرين واقلب 180 درجه والزق تاني. لو الحته اللي كسرتها عندها سنترومير بسميها بيري سنتريك، لو ما عندهاش سنترومير بسميها بارا سنتريك.
دي صورة على الـ على الانفيرجن زي ما احنا شايفين كده، كسرت وقلبت اكسر وشقلب. لو عند لو عندها لو عندها سنترومير بسميها باري سنتريك، لو ما عندها سنترومير بسميها بارا سنتريك. تالت حاجة الانسرشن. الانسرشن يعني ادخال. عندي كروموزومين، الكروموزوم الاول كسرت فيه مرتين واخدت الحتة دي دخلتها في كروموزوم تاني علشان ادخل فيه عشان ادخل فيه الحتة اللي كسرتها دي، بكسر في الكروموزوم التاني مرة. يبقى عندي اتنين كروموزوم، واحد كسرت فيه مرتين واخدت الحتة دي ركبتها في كروموزوم تاني عشان اعرف اركبها، بكسر في الكروموزوم ده مرة. يبقى الانسرشن يعني ادخال، يعني اخدت حتة من كروموزوم دخلتها في كروموزوم تاني. ده دايجرام او صوره توضيحيه للثلاث انواع اللي اخذناهم لحد دلوقتي. اول واحد اللي هو الانفيرجن، كسرت شقلبت 180 درجه وركبت تاني. الديليجن كسرت وفقدت. الانسرشن اخدت حته من كروموزوم حطيتها في كروموزوم تاني. رابع حاجه ترانسلوكيشن، يعني عمليه نقل، نقلت حته من كروموزوم لكروموزوم تاني عن طريق طبعا ان انا بكسر في الكروموزومين. عندي منه نوعين، الروبرتسونيان ترانسلوكيشن وال الريسيبروكال ترانسلوكيشن. اول حاجه الروبرتسونيان ترانسلوكيشن ده بيحصل فيه ايه؟ ده بيحصل فيه ان انا بيبقى عندي اثنين اكروسنتريك نون هومولوجس كروموزومز، اثنين اكروسنتريك نون هومولوجس كروموزومز، بكسر فيهم فوق السنترومير بالظبط، ف وبلزق الاثنين مع بعض، فبيبقى عندي النتيجه عباره عن كروموزوم واحد عنده اثنين سنترومير، والحتت الباقيه اللي ما بيبقاش عندها سنترومير دي بنسميها اللي هي اسنتريك، بتبقى لوست، بتفقد. عشان كده الانسان ده بيبقى عنده في الكيري تايب بتاعه 45 كروموزوم بس. وده بيكون مشهور، الترانسلوكيشن ده بيكون مشهور اكتر بين 14 و21، كروموزوم 14 و21. تاني حاجة الـ reciprocal translocation، دي عملية نقل عادية خالص. نبص كده على الصورة التوضيحية اللي على ايدينا اليمين، عندنا الكروموزوم الأخضر والكروموزوم الأصفر، كسرنا حتة من الخضرة وحطنا وكسرنا حتة من الصفرة وبدلناهم مع بعض، حطينا الأصفر على الأخضر والأخضر على الأصفر. المميز في النوع ده من الـ translocation إن هو مفيش أي genetic material بتفقد خالص، ما فقدناش أي حاجة خالص، فعشان كده العيان ده غالبا مش بيبقى عنده أي أعراض ولا أي clinical signs، وال structure abnormality بتاعته بتبقى balanced. ولكن ممكن يظهر بعض الشذوذ في الكروموزومات بتاعت الاطفال بتوعه. اوكي، عندنا نوعين من او مرضين بيحصل فيهم ال reciprocal translocation او لوحظ فيهم يعني reciprocal translocation. اول حاجه اللي هو الفيلادلفيا كروموزوم، اللي هو translocation بين او عمليه نقل بين كروموزوم 9 و22 ادت لحدوث كرونيك مايلويد لوكيميا او اللي هو سرطان الدم. تاني حاجة هي البيركتس ليمفوما، وده عبارة عن ريسيبريكال ترانسلوكيشن برضو بين 8 و14، أدى برضو لحدوث المرض اللي هو البيركتس ليمفوما أو الورم في الغدد الليمفاوية. البي لينفوسايتس، بيركتس ليمفوما is a tumor of the B lymphocytes. تمام، نراجع تاني اللي قلناه بسرعة. الريسيبريكال ترانسلوكيشن هي عبارة عن عملية نقل عادية خالص. اشهر مرضين بيحصل فيهم الريسيبريكال ترانسلوكيشن هو الكرونيك مايلويد لوكيميا والبيركتس ليمفوما. الكرونيك مايلويد لوكيميا بيبقى فيها ترانسلوكيشن بين كروموزوم 9 و22 اللي بنسميه فيلادلفيا كروموزوم. يبقى الكرونيك مايلويد لوكيميا بيحصل فيها ترانسلوكيشن بين 9 و21، كروموزوم 9 و21 اللي اسمه فيلادلفيا كروموزوم. اما البيركتس ليمفوما بيحصل فيها ترانسلوكيشن بين كروموزوم 8 و14. البيركتس ليمفوما بيحصل فيها ترانسلوكيشن بين 8 و14. تمام، السلايد دي فيها صور توضيحيه. اللي على ايدينا الشمال ده اللي فوق الفيلادلفيا كروموزوم، بيحصل فيه زي ما قلنا ريسيبريكال ترانسلوكيشن بين 9 و22، كروموزوم 9 و22، وبيؤدي الى كرونيك مايلويد لوكيميا. والصوره اللي تحت الكيري تايب بتاع حد عنده بيركتس ليمفوما عنده ترانسلوكيشن بين 8 و14. على ايدينا اليمين بقى عندنا دايجرام بيوريني الريسيبريكال ترانسلوكيشن روبرتسويان ترانسلوكيشن. فوق الريسيبريكال ترانسلوكيشن قلنا عمليه نقل عاديه خالص، نقلنا بين الاصفر والاخضر، كروموزوم الاصفر والاخضر، ومفيش اي كروموزوم فقد. اما في روبرتسويان فاحنا اخذنا اللونج ارم، الحته الطويله والحته الطويله، وركبناهم على بعض، وركبنا الحته الصغيره والحته الصغيره على بعض، فده بيبقى اصغر من ان هو يكمل
الصغير ده بيبقى اصغر من هو كامل فبيفقد. فاللي عنده روبرتسونيان ترانسلوكيشن بيبقى الكاريوتايب بتاعه عباره عن 45 اكس واي. خامس نوع من الستركتشر ابنورماليتيز الايزوكروموزوم. احنا عارفين ان احنا لما بنيجي نفصل الاثنين كروموزومز الاخوات بنفصلهم بالطول. طب ايه اللي هيحصل لو فصلناهم بالعرض؟ هيحصل لي الابريشن ده اللي هو بنسميه ايزوكروموزوم. ده عباره عن ان انا بدل ما افصل بالطول بدل ما افصل الاثنين كروموزومز بالطول فصلتهم بالعرض، فبقى عندي خليه عندها اثنين شورت ارم وخليه تانية عندها اثنين لونج ارم. ده بنسميه دوبليكيشن ديفيشنسي. يعني ايه دوبليكيشن ديفيشنسي؟ يعني زي ما قلنا خليه عندها دبل الشورت ارم اثنين شورت ارم ومفيش لونج ارم، وخليه تانية عندها دبل اللونج ارم ومفيش شورت ارم. رقم 6 الدايسنتريك كروموزوم. داي يعني اثنين وسنتريك يعني سنترومير، يعني خلل في الشكل خلى الكروموزوم عندها اثنين سنترومير. نبص تحت على الدايجرام التوضيحي اللي على ايديا الشمال. عندي اثنين كروموزوم كسرتهم وفقدت الحتتين اللي تحت. الحتتين اللي فوق علشان الاطراف بتاعتهم بتبقى بتلزق بيمسكوا في بعض بيحصل لهم فيوجن، فبيبقى النتيجه عندي كروموزوم واحد عنده اثنين سنترومير. وطبعا ده لما بنيجي نعمله كاري تايبنج هيبقى عنده برضو انيبلويدي، يعني هيبقى عنده مثلا 45 اكس واي. سابع حاجة الرينج كروموزوم. ده نوع معين من الديليجن بيحصل فيه بريك كسر في الاتنين ديستال انس في الطرفين بتوع الكروموزوم بتوع نفس الكروموزوم، فالكروموزوم بيلف على نفسه على شكل رينج. يبقى ايه الرينج كروموزوم ده؟ ده عبارة عن كروموزوم اتكسر الطرفين بتوعه فلف على نفسه على شكل رينج. اللي على ايدينا اليمين ده شكل الرينج كروموزوم، شكل النورمال كروموزوم وشكل الرينج كروموزوم. وده كاري تايب بيورينا الرينج كروموزوم. على ايديا الشمال رقم 14 كروموزوم 14، وعلى ايديا اليمين كروموزوم 15. تاني حاجه والقبل الاخيره الدوبليكيشن. ده عباره عن نسخ، يعني نسخت حته من الكروموزوم. الدوبليكيشن مور كومن، يعني شائع اكتر، ولكن الحمد لله يعني ان هو بيسبب اذى اقل من الديليجن. يعني مقارنه مع الديليجن هو اشيع من الديليجن، بس الحمد لله ان هو بيسبب اذى اقل من الديليجن. يبقى الدوبليكيشن يعني ايه؟ يعني نسخت حته من الكروموزوم وضفتها لنفس الكروموزوم. اخر حاجه الفراجايل اكس كروموزوم. الفراجايل اكس كروموزوم بيكون ايه اللي حاصل فيه؟ عندنا الاكس كروموزوم في الفيميل دي بيكون نهايته رفيعه وهشه بنسميها فراجايل سايت، فبتكون عرضه للكسر. لو كسر بيسبب لي mental retardation او تاخر عقلي، والفراجايل اكس كروموزوم هو تاني اشهر سبب للتاخر العقلي بعد متلازمة الدم. causes of structural anomalies. ايه بقى اسباب structural anomalies؟ زي ما قلنا radiation، وده بيعتمد على الدوز بتاعه الكميه بتاعته نوعه والperiod of exposure او الزمن اللي تعرض فيه الانسان ده للradiation او للاشعه. تاني حاجة الكيميكالز زي السيتوتوكسيك دروبس اللي هي الكيماوي الأدوية بتاعة الكانسر، أو بعض الأنتيبيوتكس زي عائلة التتراسايكلين. تعبت؟ خلي شعرك في الفترة دي لا براحة حتى أبلغ. Do not stop until you're proud. دلوقتي هنرجع سريعا على اللي أخدناه في المحاضرة دي. أول حاجة أخدناها هو النمبر أوف كروموزومز، وعرفنا إن إحنا عندنا نوعين من الخلايا سوماتيك سيلز، الخلايا الجسدية أو جميس الخلايا الجنسية. الصوماتيك سيلز بيبقى فيها 46 كروموزوم، 44 أوتوزوم واثنين سكس، بيكونوا XX لو فيميل وXY لو ميل. والجميس بيبقى بتكون لإما إسبرم يا إما أوفا يا إما حيوان منوي يا إما بويضة. بيكون عندها توتال 23 كروموزوم، 22 إكس لو هي أوفا و 22 إكس أو واي لو هو سبير. تاني حاجة اتكلمنا عنها هي الكروموزوم الأناميليس، الخلل اللي ممكن يحصل في الكروموزوم سواء في العدد أو في التركيب، وهنراجعها في السلايد الجاية. وآخر حاجة أخدناها هي أسباب الستركتشر أناميليس، وقلنا إن هي راديشن إشعاع أو كيمو سيتوتوكسيك دروكس أو كيميكالز اللي هو الأدوية الكيميائية. الكروموزوم الابريجن
الشذوذ في الكروموزومات، يا في العدد numerical abrasion، يا في التركيب structural abrasion numerical abrasion، يا aneuploidy، وده بيكون زيادة أو نقص في كروموزوم واحد، لو زيادة بنسميه trisomy، والtrisomy ده ممكن يحصل في الأوتوزومز. الأمثلة بتاعتنا داون سندروم، إدوارد سندروم، وباتو سندروم، أو ممكن يحصل في السكس كروموزومز اللي هي الكروموزومات الجنسية. والأمثلة بتاعتنا اللي هو كلاين فلتر سندروم، السوبر فيميل والسوبر ميل. لو نقص بيبقى اسمه مونوسومي، المونوسومي ده برضو ممكن يحصل في الأوتوزومز، وده بيبقى incompatible with life، يعني بيموت وهو جنين مش بيكمل، وممكن يحصل في السكس كروموزومز. والمثال بتاعنا هو البنت تيرنر. اتكلمنا كمان عن اسباب النيوميريكال، اسباب الانابلويدي، وقلنا ان هما ثلاثه: النون ديسجنكشن، الانا فيز لاج، والموزايسيزم. النون ديسجنكشن اللي هو فشل في الانفصال بيؤدي الى ان خليه يبقى عندها ترايسومي وخليه الثانيه يبقى عندها مونوسومي. الانا فيز لاج، كروموزوم بيتاخر عن باقي اخواته فبيفقد. والموزايسيزم بيكون خلل في مرحله متقدمه شويه في انقسام الخلايا بتاعه الجنين، فالبيبي بيكون عنده بعض الخلايا فيها مشكله والبعض الاخر سليم. اتكلمنا كمان عن البوليبلويدي، وقلنا ان هو بيبقى اكسترا سيت اوف كروموزومز، يعني زودنا كروموزوم او اكتر على الطبيعي، الاثنين الطبيعيين. لو زودنا واحد ويبقى ثلاثه بيبقى اسمه ترايبلويدي، لو اربعه يبقى تترابلويدي، ولو خمسه يبقى بنتابلويدي. اتكلمنا كمان عن الاندو ريدوبليكيشن، وقلنا ان هي شكل من اشكال التترابلويدي، الخليه بدل ما تضاعف الكروموزوم مره ضعفتهم مرتين. اتكلمنا كمان عن الكوزز بتاعه البوليبلويدي، وقلنا ان هم سته: اول حاجه السبندل اباريتس ديفكتس، مشاكل في خيوط المغزل ادت الى فشل في الانقسام. تاني حاجه ابنورمال سيبريشن اوف بولر بوديز، الجسم القطبي ما خرجش من البويضه المخصبه فبقى عندنا ترايبلويد زيجوت. تالت حاجة abnormality في during the oogenesis أو spermatogenesis، فبيكون الحيوان المنوي أو البويضة فيها زيادات أو كروموزومات زيادة. رابع حاجة dyspermy، اتنين سبيرم خصبوا بويضة واحدة. خامس حاجة drugs، أدوية زي الكولشيسين. وسادس حاجة viruses أو فيروسات زي الروبيلا أو اسمها التاني جيرمن ميزلز، الحصبة الألمانية. اتكلمنا كمان على structural aberration، وقلنا ان هي ممكن تكون balanced او unbalanced. البالانسد بيكون مع بيكون الانسان ده ما عندهوش اي اعراض، اما الunbalanced بيكون عنده اعراض. اول حاجة اتكلمنا عنها هي الديليجن، وقلنا ان ممكن الديليجن ده يحصل في الطرف بتاع الكروموزوم عن طريق كسر واحد، وده بنسميه terminal، او ممكن يكون في نص الكروموزوم عن طريق كسرين، وده بنسميه interstitial. وقلنا ان اشهر مرضين بيحصل فيهم ديليجن هو كاري دي دوشا سندروم، وده بيحصل فيه ديليجن في الدراع القصير من كروموزوم 5، والولف سندروم، وده بيحصل فيه ديليجن في الدراع القصير من كروموزوم 4. تاني حاجه الانفيرجن، قلبنا قسمت وقلبت 180 درجه. لو عملت كده في الحته اللي فيها سنترومير بسميه بيريسنتريك انفيرجن، لو عملته في الحته اللي ما فيهاش سنترومير بسميه باراسنتريك انفيرجن. ثالث حاجه اتكلمنا عنها هي الانسرشن، وده يعني اضافه، كسرت مرتين في الكروموزوم الاول ومره في الكروموزوم الثاني، اخذت الحته بتاعه الكروموزوم الاول وضفتها على الكروموزوم الثاني. رابع حاجه ترانسلوكيشن، وده النقل، عندنا منه نوعين: الروبرتسونيان، وده غالبا بيكون في كروموزوم 14 او 21، والكاري تايب بتاعه بيكون 45 اكس واي، عشان الحتتين الصغيرين بيفقدوا، ما بيبقاش عندهم سنترومير فبيفقدوا. تاني نوع الريسيبروكال، ودي عمليه تبديل عاديه خالص، بيكون عنده 46 كروموزوم، بس بدلنا حته مكان حته. اشهر مرضين بيحصل فيهم الريسيبروكال الكرونيك سيل ليوكيميا اللي هو سرطان الدم، وده بيحصل فيه تبديل بين كروموزوم 9 و 22 اللي هو بنسميه فيلادلفيا كروموزوم. وتاني مرض اللي هو بيركتس لينفوما، وده بيحصل فيه تبديل بين كروموزوم 8 و 14. خامس حاجه اتكلمنا عنها في الستركتشرال ابريشن هي الايزوكروموزوم، ده كروموزوم الكروموزومين بدل ما ينفصلوا بالطول انفصلوا بالعرض، فبقى عندي خليه فيها اتنين دراع قصير
وخلية تانية فيها 2 دراع طويل. سادس حاجة الدايسنتريك كروموزوم، الكروموزوم عنده 2 سنترومير والجزء الباقي بيفقد. سابع حاجة الرينج كروموزوم، ده كروموزوم قصينا الطرفين بتاعه فلف حوالين نفسه على شكل رينج. سادس حاجة الدوبليكيشن، ده ضعفنا حتة من الكروموزوم ضعفناها وضفناها لنفس الكروموزوم. آخر حاجة اتكلمنا عنها هي الفراجايل اكس كروموزوم، الطرف بتاع الاكس كروموزوم بيكون هش وسهل الكسر، لو اتكسر بيعمل تأخر عقلي. كده خلصنا المحاضرة وراجعناها، دلوقتي ايه فقرة الأسئلة. أول حاجة أنا فيز لاج is non-separation of chromatids، لأ false طبعا، ده الـ definition بتاع الـ non-disjunction. تاني سؤال Robertsonian is an exchange of chromosomal material between two chromosomes since no chromosomal material is lost or added. False برضو، ده الـ definition بتاع الـ reciprocal. تالت سؤال isochromosome arises when a normal chromosome divides transversely instead of longitudinally. True، الايزوكروموزوم فعلا الكروموزوم فيه بيتقسم بدل بالطول بيتقسم بالعرض، بدل اللونجيتيودينال بيتقسم ترانسفيرس. اخر سؤال في الترو فولس سبندل اباريتس ديفكتس، هو الفيلير اوف ذا سكند بولر بودي تو بي اكسترودد فروم ذا فيرتيلايزد اوفم. لا فولس، ده الابنورماليتي في البولر بودي. تمام، عندنا بقى 3 كاريوتايب تحت. اول واحد عندنا كله 2 كروموزوم عادي الا اخر حاجة السكس كروموزومز، عندنا 2X و1Y، يعني ده ميل. مين اللي كان كده؟ كان الكلاين فلتر سيندروم. تاني واحد برضو كل الكروموزومات 2 عادي الا اوكي عندنا تحت الاكس اكس واحدة ومفيش واي ومفيش اكس تاني، فدي البنت ترنر اللي هي 45XO. تالت واحد كل كروموزوم في منه 3 نسخ، في منه 3 نسخ من كل كروموزوم، فده ايه؟ ده ترايبلويدي. كده بجد خلصنا، برافو عليك يا دكاترة. المحاضرة ممكن تكون طويلة وتقيلة بس لذيذة وممتعة، كررناها كذا مرة، ان شاء الله تكونوا فهمتوها كويس وحفظتوها. لازم نقراها النهارده يا دكاتره عشان ما تتنسيش. ختاما قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر. اي حد عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتس او يحطه في الفورم اللي في الديسكريبشن بوكس تحت وانا ان شاء الله هجاوب عليه. كنت سعيده جدا ان كنت معاكم النهارده ويا رب اكون فدتكم. يلا روحوا ذاكروا بالتوفيق والفتوح يا دكاتره.